الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. تنشكر الناس اللي تيدعموني وتيخليوا لي تعليقات زوينين. نحاول إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديال الناس اللي تيحبوني. تنشكر الناس داخل المغرب وخارج المغرب. نحاول ان شاء الله غادي نعطيكم اليوم واحد الوصفة لتطهير المنزل، والوصفة الثانية الناس اللي ما عندهمش كلمتهم مسموعة في الدار. بالنسبة للأزواج، المرأة مع الراجل او الاخ مع اخته او الام مع وليداتها، المهم غادي نعطيكم هذه الوصفة وإن شاء الله تكون تعجبكم إن شاء الله. أول حاجة غادي ناخدو كمية قليلة من الزعتر. ناخدو الزعتر، تشوفوه هاد الزعتر، غادي ناخد واحد الرابعة ديال الزعتر ونقرأ عليها سورة الرحمن، نقرأ عليها الفاتحة وسورة الرحمن. هنحاول نطهر بها البيت من الطاقة السلبية، من ناحية اللي عندهم سحر في الدار او عين او حسد او الناس حتى حاجه ما ميسر عليهم. نحاول ناخذ الزعتر ونبدا نطلقوه ما بين العصر والمغرب، في رمضان من المغرب الى العشاء. المهم هاد الزعتر صالح الناس اللي عندهم صداع والمشاكل في الدار. نحاولوا نديروا هاد الزعتر زوين بزاف بزاف، نحاولوا نتبخوه ونديروه في مع الماء ونشربوه حتى هو مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الطونسيو ما يشربوش الزعتر بزاف. هذه القراءه اللي جبت لكم على الماء، الناس اللي عندهم واحد كلمتهم غير مسموعه، بالنسبه للناس اللي كلمتهم غير مسموعه، الصيغه صالحه بالنسبه للناس اللي عندهم كلمتهم غير مسموعه. نحل ان شاء الله بحول الله، نحل هذه القنينه او القرعه ونقرا عليها هذه الصيغه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا 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 بصيرا بصيرا تل بصيرا. ونقول هاد الأمنية اللي عندي، واش بغيت راجلي يكون معايا بخير، واش بغيت الزوج ديالي يكون معايا مزيان، واش بغيت اختي تكون معايا مزيانة. المهم نحاول ندير هاد الصيغة ونتوكل على الله، والنية أبلغ من العمل، لأن كل شيء بالنية وكل شيء هذا. إلا ما كانتش النية حتى وصفة ما غتنجح معاك، وحتى حاجة ما نجح معك. ونقول الصيغه ديالي اشنو باغا على المدير ولا على الزوج ولا على الابن مع الام مع اولادها ولا مع البنت مع اخوها ولا. ونعطيه هذا الماء يتشرب في عصير، شي حاجه حلوه. المهم عصير نعطيه يشرب. بالنسبه للاغ هاد الوصفه حطيتها للنساء اللي كلامهم غير مسموع بينها وبين الزوج ديالها. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناه، ونقول لهم يخليو تعليقات زوينين ويفعلوا الجرس ويتابوناو.